كيف كتعرفوا اليوم كنت انا من الناس المتتبعين ديال الدوره ديال العاديه ديال جهه مراكش السفي اللي فيها واحد المجموعه ديال النقاط اللي كلها كتصب في التنميه وخص بديك النقطه اللي كتهم الطرق اللي فيها واحد 300 مليار ونجي مباشره هذه كتعرفوا الطرق وكتعرفوا المشكل الطرق هي الشرايين الكبيره هي اللي كتجيب الاقتصاد هي اللي كتجيب المسائل الاجتماعيه الاقتصاديه التجاريه كل شيء. هنا المشكل عندنا اللي كنشكر بزاف اولا السيد عامل الاقليم على المجهودات الجبار اللي قام بها فيما يخص الطريق ديال التثنيه ديال قلعه مراكش، وكذلك نشكر السيد رئيس الجهه ومن خلاله طبيعي اعضاء الجهه، لان هذا واحد المطلب ما فيهش مزايدات، مطلب ديال الساكنه ديال الاقليم، مجتمع مدني، احزاب سياسيه كلها. اليوم تحقق واحد، انا نقول لك واحد الحلم، لان حلم لما كنت انا رئيسا للمجلس الاقليمي كان الشغل الشاغل ديالنا حنا هو هذا بمعيه مجموعه ديال الاحزاب السياسيه. وهنا بغيت نقول لك هذا مطلب ما فيهش مزايد، ما عندي الا نشكر السيد رئيس الجهه والسيد وزير التجهيز والسيد عامل الاقليم اللي من نهار حط رجله هنا كان الشغل الشاغل ديالو هو هذا ديال هذه القضيه ديال هذا الطريق.